الارض هذه ديالنا. عندنا هنا ملكيه واثقيه صحيحه. شكون نتوما؟ حنا جماعه ولاد علي والفكاري. اييه الاسم ديال مصطفى بن القي. اييه من ولاد علي. حنا عندنا هذه الارض هذه ديالنا، عندنا عليها ملكيه، تمشي عند جميع المسؤولين تيقول لكم مشرف هذه بلادكم. هما اذا نجيو ندخلوا عليها تيتحط عندنا السيمة، تيتحط عندنا المخدم، تيتحط عندنا القوه. وحنا عندنا المشكل الاول اللي عندنا حنا مع الاملاك المخزنيه، مع الادارات الاملاك المخزنيه هي اللي عندنا حنا مع المشكل، ما عندنا المشكل مع حتى شي حد. وحنا درنا عدات وقفات ودرنا عدات سميتو عليها باش ندخلوا للارض ديالنا وتيجيبوا لنا القوه وتيصوتونا وتيجريو عندنا وتيسجلونا في حالاتنا. وما تنجيو عند شي مسؤول ولا شي حاجه ولا تمشيو لشي اداره تيقول لك هذه ارضكم، ما كاينش اللي مزحها لكم. وما تمشيو تدخلوا لها تيجيبوا لنا القوه وتيجيبوا لنا السيمي وتيجيبوا لنا سميتو عليه واعتقلوا من الناس باللوبيات. عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش الملك، الاستعمار قاومنا، والاستعمار قاومنا، الاستعمار قاومنا، بلادنا مشات معاه، الاستعمار قاومنا.